رجوع المقطع السابق، الرفق في غير محله يعتبر ضعف، وليس القوة والشجاعة في غير محله تدفع مع بعض التهور وليس بالفعل. ينطبق على الخير بشكل كبير. صار جفس يستعمل القوة عني بسبب سوء تدريب أو تركيبته أو طبعه أو نوعه إلى آخره، لم يعتبر الشيء ذا ملاطفة ويحترمك عليه، يعتبره ضعف ولن يثق فيك بما أنك ضعيف، سيرى أنه هو القائد وأنت التابع لن يحترمك. لكن العكس، القوة واستعمال القوة بالضرب والجلد وغيره، مع حصان ما سوى خطأ أو الخطأ يسوى منك أنت وتحاول تتحكم فيه عن طريق القوة المفرطة، هذا ليس القوة، هذا حماقة سينتهي بك المطاف. أن الحصان ما يثق فيك ويعزل أقوى منك فيحوس قدام يزمنك. فعشان يكون الشيء لطف لا بد يكون السبب اللي خلاه لطف حصل، أما لطيف ما صار لطيف أو خفيف ما صار خفيف ويقص عليك. هناك عشان تكون الشدة أو الجدية أو اللي هو سمى جفاسة، أفضل تفسيره جفاسة، في محلها إن يكون جفس مع حصان جفس. أما يكون جفس مع حصان لطيف وخفيف أو خفيف ولطيف مع حصان جفس، هذا معناته إنك ما طبقت المطلوب من الكلمة نفسها، تطلقها على ما فعلته والواقع أن ما فعلته يعاكسها تماما أو عكسها تماما. ودينا عن نقطة قبل ما أقفل، سلم لما تعامل مع ناس كان تعاملهم خلينا نقول راقي أو جيد، كان تعامل معهم راقي جدا. في بعض الحالات لما جاء ناس استعمل العنف أو الطفاقة أو القوة، أظهر لهم أنه قادر على فعل ما يفعلونه. لما عمر رضي الله عنه لما جاء يسلم ودخلوا خافوا الصحابة، ثم دخل طلع عليه حمزة والزبير رضي الله عنهم، مسكوه في طرف القوس وربطوه من جهة يمين يسار، جابوه رضي الله عنه وسلم، فقام عليه ومسكه بمجامع ثوبه ورفعه، قال ما الذي جاء بك يا عمر؟ وقال أشهد أن لا إله إلا الله أسلم، قصة معروفة. فتعامل مع شدة عمر بشدة، ثم تعامل مع اللي كانوا يتعاملون بعدم شدة أو خلينا نقول منطق، خلينا نقول بمنطق وبلطف. ذاك أبو جهل لما جاء واحد من 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 الجنوب أو شيء زي كذا من جنوب الجزيرة العربية يطلب أبو جهل أشياء، ورفض أبو جهل يسددها له ديون، فراح لقريش اشتكاهم، فباب الضحكة والطقطقة عليه قالوا روح لمحمد، قال لمحمد يكلم لك أبو جهل. كان أبو جهل ذاك الوقت عنده مشكلة مع المسلمين، يعني عارفين إنه ما راح يعني يساعده في الموضوع هذا. كان مرة طلع معه على طول، راح البيت أبو جهل وطق عليه الباب، قال عطى الرجال فلوسه أو عطى الرجال إبله، قال طيب شوي، دخل وطلع وعطى كل شيء. استغرب أبو قريش صدمه، قال لك يعني أنت الحين شيل وحط وياهم، وش اللي خلاك على طول توافق؟ قال والله إني شفت وراه أحد أسود بعير أسود، لو ما سويت اللي سواه الكلام طبعا يقال عليك. لكن ثبت الموضوع إنه جاء قدر حماقته، تعامل مع قوته أو جفاسته بجفاسة، وتعامل مع بلال رضي الله عنه وغيره من عمر بن ياسر وغيره من الصحابة على قدر لطف الله ورقيه.